نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا مشرك. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في دينك يا رب العالمين، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. معاشر الإخوة، الإسلام هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به وجعلنا من أمته وفضلنا عن كثير ممن خلق تفضيلا، هذا الدين العظيم جاء بكل المكان وجاء بكل الفضائل وجاء بأعظم وأعلى وأرقى وأسمح الخلق. جاء الإسلام بمنظومة قيم، منظومة كاملة يريد من خلالها أن يرتقي بالإنسان إلى مصاف المناصب والمراتب العالية، يريد أن يستخلصه وأن يرتقي به من درجات الحيوان والبهائم. سبحان الله، بعض الناس لا يتأملون في ذلك. الإسلام جاء بك يرتقي بك، جاء ليرتفع بك، جاء ليعلو بك من خلال هذه القيم. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن قيمة من هذه المنظومة. قيمة هذه القيمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم خلق الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلق. كل دين جاء بخلق. نجد في المسيحية أخلاق معينة، نجد في اليهودية، نجد في الأنبياء الذين جاءوا، نجد واحد كل واحد جاء بخصلة ركز عليها، جاء بخصال كثيرة لكن ركز على الخصلة. النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا أحبابي ماذا يقول عن الإسلام، يقول: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. سبحان الله، هذه زبدة وأم الفضائل التي جاء بها الإسلام هو الحياة. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. ما معنى الحياة؟ وأين يتمثل الحياة؟ وأين يظهر الحياة؟ وكيف يكون الحياة؟ وما هي درجات الحياة؟ ومن أسوتنا في الحياة؟ هذه أسئلة نحاول أن نجيب على بعضها بتذكرة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا إن شاء الله تعالى.
الحياء أيها الأحباب هو خصلة وصفة تكون في المؤمن فتردعه وتبعده عن الفواحش، تحصنه من الوقوع في المعاصي والآثام، تحفظه. حينما يكون الإنسان يربى على الحياء ويكون حيياً، أي يخاف من الله سبحانه وتعالى، يخاف من عقابه، يخاف من عذابه، يخاف من أنه مطلع، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله تعالى مطلع. فالإنسان إذا تربى على هذا المعنى وخاف من الله وكان له حياء، فإنه يبتعد بذلك عن الفواحش والعيوب وما حرمه الله سبحانه وتعالى. والحياء معاشر الإخوة هو خلق عظيم وميزة في هذا الدين. والحياء يكون من ماذا؟ يكون من كل عين. يستحي الإنسان من الله أن يطلع عليه في مكان لا يحبه الله، أو في موضع لا يحبه الله، أو في عمل لا يرضى الله تعالى عنه. إذن هذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس حياء. جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. بنت التي تأتي في فترة الحيض وهكذا، وهذه التفسيرات وشروح، وأنها تستحي من أن تقابل الناس أو تقابل أمها أو تقابل أباها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من ذلك صلوات الله وسلامه. إذن هذا إخواني رد على بعض الناس، يقول لك يعني الإنسان الذي عنده حياء اليوم، نحن القيم تغيرت، هنالك لخبطة في القيم. الذي يرى أنه حياء بماذا ينعت؟ هذا بهلول، أو هذه معقدة. لبعض الناس يقول لك الابن أو الطفل إذا كان عنده حياء يستحي. والحياء ليس يعني عدم الثقة في النفس، لابد أن نميز بين الصفات. الحياء هو صفة وخلق وسمت في الإنسان فيه خوف أولا من الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: والحياء شعبة من شعب الإيمان. ما أجمل هذا الحديث. الحياء ليس هو فقط صفة نتزين بها، أو هي جزئية من الجزئيات في الإسلام. الحياء هو ثمرة الإيمان الحق الصحيح. الإيمان كما عرفناه كثيرا وعرفه أهل العلم هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. حينما يدخل الإيمان إلى القلب ويلامسه ويملكه، يملك القلب الإيمان، تكون هنالك سلوكات، ومن هذه السلوكات الحياء. إذا المؤمن يستحي من يستحي من الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم هنالك من يستحي من الناس، يقول والله هذا عيب، لا أريد أفعل ذلك أمام الناس. طيب وإذا بخل بنفسه، وإذا كان بينه وبين الله كيف حاله؟ إذن الحياء هو ثمرة إيمان صحيح، أن يستحي الإنسان من الله، لأنه يعلم أن الله رقيبه، أن الله مطلع عليه. إذن العلاقة ليست علاقة خوف من الناس، وهذه قد يقع الإنسان فيها في نوع من النفاق والعياذ بالله. نوع من النفاق، قد يقع الإنسان أنه يستحي من الناس، لا يفعل هذا الأمر حتى لا يعير بين الناس، حتى لا يعير بين الناس، لكنه في عمقه وفي داخله وفي جوهره لا يفعله لوجه الله تعالى. تربية الإسلام وثمرة الإيمان تجعل الإنسان يستحي أولا من الله سبحانه وتعالى.
يخاف من الله أن يطلع عليه، أن يراه المولى سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس حياء. إذن هذه ليست نقيصة في الإنسان إن كان فيه حياء، وله تطبيقات كثيرة، منها نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس يقعون في المعاصي أو كان يذكر له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغض الطرف. أول شيء حياء، ثانيا تربية للناس، كان هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في تربية الناس. لذلك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام حرك فيه أيضا هذه الصفة، صفة الحياء، حرك فيه الغيرة، حرك فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرى به، مقياسا يرى به جرم ما يريد أن يقع فيه. فجاء الشاب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إذني في الزنا، أنا لا أستطيع، لا أصبر، خلاص طبت، إذني يا رسول الله في هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربيه وأن يصلحه، فقال له عليه الصلاة والسلام أترضاه بأمك؟ هل في من الناس من يرضى أن أمه يزنى بها؟ قال لا والله، حمية وغضب. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. هذا منهج تربوي فيه أيضا صبغة من الحياة أيضا، وفيه من الحكمة، وفيه من الرحمة، وفيه من فن معالجة أحوال الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أترضاه لأمه؟ قال لا والله، من يقبل أن أمه تسب؟ من يقبل أن أمه؟ ذلك بعض الناس ممن يعني، وهذا نفتح قوس، ممن تجاوزوا حرمات أمهات المؤمنين. بعض العلماء وعلى الفضائيات كانت هذه المناقشات الجميلة، قال يا أخي أنت تتكلم في أم المؤمنين عائشة، أترضى أحد يتكلم في أمك أنت أو في أختك أو في ابنتك؟ قال ما أرضى. كيف تقبل حياء؟ هذا أبسط شيء، حياء. إن كنت لا تقبل أن يتكلم في أمك أو في أختك أو في ابنتك، كيف تتكلم في أم المؤمنين أو تتكلم في نساء المؤمنات؟ إذن هذه من ثمرات الحياة. يجي الإنسان قبل أن يفعل عمل أو يقول قول يستحي ينظر، يستحي. عندنا مثال دارج عند كل الشعوب، من يستحي عن نفسك يا أخي؟ عيب. كلمة عيب ما معناها؟ معناها نريد أن نجعل الإنسان يستحي، يتوقف على الإثم، يتوقف على المعصية، يفكر فيما يفعله. هذه خصلة إخواني على الإنسان أن يبحث عنها إن شاء الله، عليه أن يجتهد في الاتصاف بها. لبعض الناس يقول لك والله أنا ما عندي هذه، طيب كيف نفعل؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم يعني أنت تجتهد فيها، تبدأ وتستعين بالله سبحانه وتعالى، وتجعل أن الله تعالى يغرس فيك ويضع فيك هذه الصفة، وحينما تجدها فستجد بإذن الله حلاوة الإيمان سبحان الله تعالى. ستصبح بعض الأعمال والأشياء والأقوال وحتى الأشياء، حتى من الأشياء العادية التي يقع فيها الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بماذا وصف عثمان؟ كان عثمان حي، كان يعني فيه حياء عظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان عليه أن يجتهد في هذه الصفة، هذه الصفة هي ثمرة إيمان حقيقي، وهي رادعة لصاحبها
وحامية له من الوقوع في المعاصي وفي الآثام. لذلك الإنسان أولاً وبدايةً يستحي من من؟ يستحي من الله تعالى. أما الإنسان الذي لا يستحي من الله فهذا عليه السلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك من كلام النبوة، من بقايا الذي جاء به الأنبياء ومما أجمع عليه هذه الصفة، قال: قول إن لم تستحي تفعل ما شئت. الإنسان الذي ليس عنده حياة قد يقع في كل أمر. ولذلك معاشر الإخوة، مجتمعاتنا اليوم تتخبط، هنالك أزمة أخلاق، هنالك معاناة. هذا الضنك الذي ذكره الله تعالى، الضنك الذي يعيشه الناس اليوم، هو من البعد على هذه القيم، على هذه الصفات، على الحياة. أصبح الابن لا يستحي من أبيه، البنت لا تستحي من أبيها، تخرج البنت بأي شكل وبأي هيئة وبأي لباس، ومن يكلمها؟ قضية هنا يا أخواني ليست قضية قوانين الله، القضية قضية إن غرست هذه الخصلة العظيمة الطيبة، هذه البذرة الصالحة في الإنسان، فسترى هذا الإنسان سيكون ملائكة على أرضه إن شاء الله تعالى. ولا أدل على ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذكر الصحابة رضوان الله تعالى، كان من الصحابة من لا يرفع رأسه أمام النبي ولا ناظريه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حياء. سبحان الله، تعرفون مما كانوا يستحون؟ كانوا يستحون مما فعلوا في الجاهلية. ومنهم سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي المعروف، حتى أن يذكر في سيرته أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أرض الشام، ذهب إلى فلسطين، لأنه ما كان يقدر، كان لا يستطيع أن ينظر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فعلت شيئا، وكان ذلك يوم الحديبية، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، قال: يا سهيل، بحق الرحم الذي بيننا اترك لي ابنك، ابنه الذي هرب من مكة مستنجدا بالمسلمين، حضر بعد أن وقعت، بعد أن وقع صلح الحديبية، وهو كله حيف وظلم، وما قبل به عمر وما قبل به الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل سهيل، قال: يا سهيل، بحق الرحم الذي بيننا اتركه، هذا رجل جاء وهرب بأقياده وجاءنا ملتجئ لاجئا إلى المسلمين وإسلاماه ومحمداه، كان ينادي. فنكاية في النبي صلى الله عليه وسلم أخذه وجره وعذبه أمام الصحابة، النبي ما استطاع أن يقول شيء، قال: خلاص، هذا العهد الذي بيننا، وآلم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر كان يقرب له سيفا، وكان بلغة أخرى يحنشه: حرك على أبيه، قال: وأن كان أحدنا أبوه مشركا لقطع رأسه. عمر ما قبل هذا الموقف، هذا صحابي يؤخذ من أمام المسلمين ومن أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويجرجر، سيرجع به إلى مكة ليفتنه. فلما أسلم سهيل بن عمرو، ويوم إسلامه أيضا حدثت قصة جميلة جدا، استحى، كان حياته كلها كان يطأطأ رأسه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستحي، قال: استحي ما فعلته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الإنسان يستحي من الله. من تطبيقات الحياء أيضا في الدين وفي الفقه، لذلك ذكر عبد العزيز بن رفيع، قال: سئل عطاء، وعطاء هو إمام في الفقه، عطاء بن رباح إمام في الفقه، سئل عن شيء، قال: لا أدري. من العلم أن يقول الإنسان: لا أدري. قيل: ألا تقول برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيه.
ونحن نتكلم الآن على نوع آخر من الناس، صنف آخر. هذا يخاف من أن يقول شيء في الدين ويكون غير صحيح ويعمل به. ليس خوفه فقط أن يكون صحيحا أو غير صحيح، حياؤه من الله. وإذا أردنا أن نرجع إلى القرآن، اسمعوا ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدم شيء، هذا من الحياة، من الأدب، من انظروا يا أخواني أين هذه الآية في حياتنا، أين هي؟ نحن نقدم كل شيء، أما قول الله وقول رسوله هذا آخر شيء. فالإنسان إذا استحى من الله ثمرة الحياة تجعله أن لا يقدم أمرا على أمر الله وأمر رسوله من الحياة. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: استحوا من الله حق الحياة. كلم الصحابة قالوا: إنا لنستحي من الله والحمد لله، ولو كنا نحن لا أجبنا نفس الإجابة. ما واحد يقول له: يا فلان اتق الله، هذه نسمعه. قال: ماذا حرقت مسجدنا ولا هدمت صومعه؟ أنا ما سبيتك، أنا قلت لك اتق الله. كان لك أن تقول: اللهم اجعلنا من المتقين. هذه زيادة في الخير. أما إحنا يعني إذا قلت واحد اتق الله كأنك سببته. فلنتق الله معاشر الإخوة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحوا من الله حق الحياة. قال الصحابة: قالوا إنا لنستحي من الله والحمد لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ليس ذاك الذي أقصد، وليس ذاك الحياء الذي أريده وأريد أن أدلكم إليه. قال: من استحى من الله حق الحياء، اسمعوا الصفات، فليحفظ الرأس وما وعى. قال المفسرون: يشير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى البصر، إلى البصر، إلى السمع، إلى اللسان، إلى العقل. من استحى من الله فيحفظ الرأس وما حوى، يكون عقله نظيف، يكون لسانه نظيف، حتى الكلمة. يعني في بعض الناس من إخواننا سمحهم الله وغفر لهم، إحنا نتكلم عن واقعنا حتى نعالجه إن شاء الله تعالى. أول ما يتعلم الإيطالية، الله أكبر، شوف عاد الإيطالي ولا مش. أول شيء يتعلمه في اللغة حتى يبين هو يعرف إيطالي، أصبح يعني متمكن من هذه اللغة، أول شيء البارولاتش. سبحان الله، ما تعلمنا الكلام اللطيف، ما نتعلم الأساليب الجميلة مباشرة. إحنا نقول الذي يقول البارولاتش ليس فقط هو خطأ، ينقصه الحياء. بدوري الحياء من الله استحي يا أخي، أنت لا يكفي أنك تقع في إثم وتوسخ وتلوث أسماع الآخرين، من قالك أنا يا أخي أقبل؟ استحي من الله تعالى. إذن أن يحفظ الرأس وما حوى، السمع نفس الشيء. إنه بعض الناس أيضا يقول لك: أنا ما قلت البارولاتش أو ما أقول الكلام السفيه، لكن يعجبه. ها، هذا مثل الذي قلنا في الأسبوع الماضي يوم السبت في درس بعد الظهر، حينما تكلمنا عن جليسه الخمر. بعض يقول لك: والله أنا ما أشرب الخمر، لكن يعني جالس بس معه. قل له: أنت ومع أنت معه، من جالس العطار نال منطيقي، ومن جالس الفحام نال سواده، ومن اللعنة جليسه. إذا نحن علينا أن نعالج أنفسنا شوي. إذا أن نحفظ الأذن أيضا، ما تسمع بعض الأحيان تسمع الأذن عورات، ويكون السماع من باب التسجيل ليس السماع من باب الإصلاح. فهنا على الإنسان أن يستحي من الله، وكذلك النظر. الله تعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه
كمل الآية كان عنه ماذا؟ مسؤول. سنسأل حتى اللسان ينطق يوم القيامة تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم، هذه كلها تولي يعني تشهد يوم القيامة. نحن نريد أن تشهد لنا بالخير، نريد جلودنا إن شاء الله وألسنتنا وأذاننا وأعيننا إن شاء الله تعالى وأيدينا، هذه الأيدي التي تسبح والتي تتوضأ والتي تفعل الخير والتي تفتح كتاب الله والتي تصافح الناس بالخير، نريدها إن شاء الله أن تشهد لنا. من قال من استحى من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة فليترك زينة الحياة الدنيا، ومن فعل ذلك فقد استحى من الله حق الحياة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحياة. أيها الإخوة، وأنا أتكلم الآن تأتيني خاطرة وفعلا يحير العقل حينما يرى أولئك الشبيحة والمجرمين في سوريا الذين يقتلون، يعني هل هؤلاء لهم قلوب؟ هل هؤلاء يعرفون كلمة حياة؟ اتركني من قوانين الحرب واتركني من السلاح الذي في يدك، لا تستحي أن تقتل طفلة صغيرة أو تقتل امرأة مثل أمك أو تقتل أختك أو تهدم مسجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك، اسمعوا الويل، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي. وسنراهم إن شاء الله تعالى في هؤلاء الشبيحة، وليس بعيد بإذن الله تعالى، ليس بعيد. أولئك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا في سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجده غفورا رحيما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كاري فراتيري، الإسلام كويستا ريليجيوني كي نوي فاتشامو باردي الحمد لله إلى بيو جراند غراتسيا دي الله سو دي نوي دبيامو أسري أنكي كونتنتي دي كويستو نم نوستري كوري كي الله سبحانه وتعالى تشفاتو باردي دي لأمة دي محمد صلى الله عليه وسلم. Non c'è un dono più grande di questo, non c'è una misericordia più grande di questo, e noi dobbiamo vivere questa gioia inshallah. L'Islam, nostra religione, ha portato una serie di valori che possiamo chiamarla tutta una visione completa dei valori. Certi erano prima dell'Islam, quindi l'Islam è arrivato per confermarle, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithtu li utammim makarim al-akhlaq. E questo è anche la modestia del nostro profeta sallallahu alaihi wasallam. Lui sempre ha riconosciuto la costrizione, quella che è stata fatta prima di lui. L'ha detto proprio quanto nel Mi'raj, nel viaggio notturno, quel grande miracolo che ha avuto alayhi sallallahu alaihi wasallam, proprio quella notte ha detto questo hadith. Ha detto io sono quella pietra, la costruzione è stata fatta prima, una costruzione bella come una casa bella, però nell'angolo manca una pietra, sono io quella lì, sono l'ultimo dei profeti e dei messaggeri. Sempre il profeta sallallahu alaihi wasallam ha riconosciuto, e questo un rispetto, ha detto anche questo hadith: io sono arrivato per completare la serie di valori che sono stati portati di altri profeti e messaggeri. Oggi parliamo inshallah ta'ala di un valore nell'Islam. E il profeta alayhi salatu wassalam, a questo proposito, ha detto: tutte le religioni hanno delle qualità, o hanno una qualità.
proprio, ha detto qui termine hanno una qualità. Nell'ebraismo, nel cristianesimo, gli altri profeti, ognuno ha portato una qualità, insistito bene su quella qualità. E ha detto che noi nell'Islam, la qualità dell'Islam è il pudore, il haya. La qualità dell'Islam, vuol dire il valore più importante che ha portato l'Islam è il haya, il pudore. Ma cosa significa pudore? Com'è il pudore? Un dettaglio, una qualità meglio di averla? O cos'è? Se noi andiamo a cercare nei hadith del profeta alayhissalam, troviamo che il pudore considerato del profeta alayhissalam e dell'Islam come una una filiale della fede, shu'ba min shu'ab al-iman, una filiale della fede, quindi qualcosa di fondamentale, di molto importante nell'Islam. E per questo vediamo che il profeta sallallahu alaihi wasallam ha educato i suoi sahaba su questa qualità. E troviamo alla fine anche, come abbiamo detto la settimana scorsa, qualche momento quando c'è un conflitto, quando c'è un problema, si mette in gioco questa qualità, il haya. Perché il haya impedisce la persona a fare tutto quello che non è giusto, che non è corretto, che non è bello e che non è permesso. Quindi questa qualità, se la persona ha questa qualità, educato su questa qualità, tu hai una persona corretta, giusta nella società, inshallah ta'ala. Quindi non è che la legge o il controllo l'impedisce, ma il suo haya, il suo pudore, la sua educazione, la sua moralità l'impedisce di fare quello che non è bello, quello che non è giusto, quello che non è corretto. E noi, il nostro esempio, il nostro modello, chi era? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non c'era qualcuno che ha più pudore del profeta alayhi salatu wasalam. Questo l'abbiamo un hadith. Questo non vuol dire una qualità negativa, perché certi oggi, visto che abbiamo un disturbo, abbiamo un problema di valori, non c'è più le regole di valori, quello che è buono può essere cattivo, e quello che è cattivo può essere buono, e quello che è giusto può essere ingiusto, quello che è ingiusto possiamo farlo giusto. Un gioco, non c'è più regole. Mentre qua il haya rimane sempre come una buona qualità. Oggi certi vedono che questa haya è una cosa negativa. Ma tu non sei sveglio, il mio figlio ha un complesso, la mia figlia ha un complesso. Se uno lo vediamo porta vestiti, si copre bene, o parla con educazione, o rispetta certe regole della moralità, certi gente dicono quello lì, ma quello è dimoderato, passato quello lì. Mentre noi ci attacchiamo e prendiamo questi valori, perché come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya yati bi khalj, la yati illa bi khalj. Quella qualità, quel pudore porta soltanto il bene. E quindi, come ha detto, il haya fa parte della fede del musulmano. Può essere manifestato a diversi livelli. Qui abbiamo un sapiente dell'Islam. Cosa che ha detto? L'hanno chiesto una domanda sull'Islam, una fatwa. Lui ha detto Allahu a'lam. Subhanallah. Sempre quelli che sono pieni di scienza, sempre sono loro che misurano bene le loro parole, le loro fatwa, le loro decisioni, il loro punto di vista, il loro avviso nell'Islam. Hanno paura. Mentre quelli che sono vuoti corrono a dire questo haram, questo halal, questo kafir, questo sbagliato, questo dal, non sa neanche cosa vuol dire la parola dal, questo mubtada, questo non lo so cosa. Mentre quelli scienziati, e questo dobbiamo impararlo, è una qualità questa dell'Islam, fratelli.
l'uedetto temo Allah se la gente prendono il mio punto di vista e lasciano le regole del Corano e dell'Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi ha un pudore, temi Allah su questo. Per questo se qualcuno temi Allah ha il pudore, non cade in tanti sbagli che oggi vediamo, perché manca questo pudore. Non c'è più pudore. Dove c'è il pudore? Dove c'è uno che parla con i suoi genitori, parla in modo come un barbone? Uno parla con la sua mamma, non lo so, parla come una schiava. Dove è il pudore? Una che esce di casa non sa come è vestita, passa. Il problema qua non è un problema di legge, impedisce o non impedisce. Il problema qua è un problema di educazione. E noi tutti, non parlo soltanto ai giovani, noi tutti, inshallah, cerchiamo. E certi dicono, ma dove si cerca questa qualità? In quel supermercato? No, questa non è. Questa noi c'è nel Corano, c'è nella tradizione profetica, c'è nel modello, il nostro modello è Muhammad alayhi salatu wassalam. C'è nei suoi compagni anche un modello. Ho raccontato prima la storia di Suhail ibn Amr, un uomo talmente aveva vergogna del Nabi sallallahu alaihi wasallam, di quello che ha fatto nel periodo preislamico, perché lui ha commesso un reato, un sbaglio gravissimo contro il profeta alayhi salatu wassalam. Ha passato tutta la sua vita, non ha la capacità di alzare gli occhi a vedere il profeta alayhi salatu wassalam, a tel punto che ha chiesto il permesso del Nabi alayhi salatu wassalam di viaggiare, di migrare verso la Palestina. È andato, ha finito la sua vita lì, radiyallahu ta'ala anhu. Una qualità questa, noi andiamo a prenderla inshallah, e non prendiamo di quelle missioni in televisione che oggi tutto mischiato, hummus usabib insieme, tutto aperto, tutto la trasparenza. Non è questa la trasparenza, nel comportamento, non la trasparenza in tutto è free, tutto è aperto, tutto è permesso, non ci sono più regole. Uno deve temere Allah subhanahu wa ta'ala, come ha detto il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Il pudore giusto, il pudore completo, come perché i sahaba hanno detto noi abbiamo questo, il profeta ha detto non è quello che intendo. Man istaha min Allah haqq al-haya, chi ha il pudore corretto, giusto, completo, quello che controlla la testa e tutto quello che c'è dentro. Cervello pulito. Cervello pulito, questo fa parte del haya. Uno non è uno che nel suo cervello, i suoi pensieri, guarda la gente, guarda le sue sorelle, guarda le altre. Attenzione su questo. Uno anche ascolta delle cose haram, allora uno le parolacce, come abbiamo adesso, sapete tutti, la prima cosa che si impara dell'italiano, per farvi dire che noi parliamo bene l'italiano, le parolacce. Dai, si vede che siamo giovani, che viviamo siamo integrati. Integrati cosa? Con le parolacce, integrati con le brutte parole. Perché non impariamo le buone qualità, i modi buoni di parlare? Subhanallah, questo è l'italiano? Non è questo l'italiano. Controlliamo. Certi altri dicono, ma io non ho detto il haram, però ascoltato va bene. No, diciamo no. Perché il Nabi sallallahu alaihi wasallam ha detto anche quello che si siede vicino uno che vende il carbone, riceverà comunque del suo carbone, del polvere o del brutto odore. Mentre se qualcuno si siede vicino uno che vende il perfume, avrà del profumo qualcosa. Può avere profumo su sua pelle o vestiti, come può avere il buon odore. E quindi noi dobbiamo anche cercare la nostra compagnia. Cerchiamo chi ha pudore, imparare da lui, prendere da lui, inshallah. Chi ha parole buone, corrette, giuste, buone maniere, impariamo da lui, inshallah. E quindi questo è il pudore. Cerchiamo di averla, inshallah. Dobbiamo cercarla e chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala ci aiuta per darla. E per finire, fratelli, sto riflettendo adesso questi giorni su questi crimini in Siria. E davvero
Noi abbiamo condannato, condanniamo e facciamo dua e sappiamo che c'è Allah il più giusto, c'è. Il potente lui, quello che ha tolto il Mubarak, il Ben Ali e quel il Gaddafi, quelle piramidi del tortura e della dittatura, capace lui, subhanahu wa ta'ala. Lui sa quando e come, subhanahu wa ta'ala. Noi abbiamo fiducia in lui, subhanahu wa ta'ala. Però possiamo dire a quelli shabih, a quelli banditi, a quelli criminali, davvero che non sono uomini. In un anno non neanche un grado di pudore. Perché chi ha un pudore, chi ha una dignità, chi è un uomo, non va a uccidere le donne. Non va a uccidere i bambini. Non va a uccidere i vecchi, persone anziane. Non va a distruggere una moschea, una minaretta. Quelli non hanno pudore. E per questo non ti parliamo di questa qualità. Se qualcuno ha pudore, anche nella guerra ci sono alcune regole, ci sono limiti. Ma quelli lì non hanno nessun grado, nessun grammo di pudore. Come uno uccide la sua sorella, la sua mamma. Abbiamo visto tutti quelle immagini. Un massacro verso i bambini, bambini, bambini. Certi bambini, quando sono usciti davanti alla scuola per chiedere che cadano questi regimi, l'hanno portato via, massacrati tutti. Non sei un uomo. Se sei un uomo, vai a combattere qualcuno come te, nelle tue condizioni, al tuo livello. E per questo sappiamo che questa è la fine di quelli criminali. Quanto hanno superato questi limiti, quanto loro non hanno paura di Allah subhanahu wa ta'ala distruggere una moschea, Allah subhanahu wa ta'ala è capace di difendere la sua religione subhanahu wa ta'ala, e le sue case, perché le moschee sono le case di Allah. Non c'è uno che ha più, come si dice, chi protegge la sua religione più che Allah subhanahu wa ta'ala. Noi siamo medici, siamo persone. Quelli che si difendono, quelli che escono oggi, vediamo cosa sarà queste manifestazioni, fanno parte delle regole della vita, di sunan Allah ta'ala, le regole, le leggi. Però alla fine c'è Allah subhanahu wa ta'ala, e sappiamo quelli che hanno superato tutti i limiti, che hanno dignità, non hanno pudore, non hanno rispettato la dignità dell'essere umano, delle donne, dei bambini, dei vecchi, delle moschee, dei mesi sacri. Siamo in mesi sacri. Siamo in mesi sacri. Chiediamo Allah subhanahu wa ta'ala che metterà la sua giustizia, inshallah, che non sarà lontano, inshallah. Allahumma hadina fi man hadayta, wa afina fi man afayta, wa tawallana fi man tawallayta, wa barik lana fi ma a'tayta, inna usrif 'anna sharra ma qadayta, innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayka, innahu la ya'izzu man 'adayta wa la yadhillu man walayta, tabarakta rabbana wa ta'alayta. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin, wa 'ali bi fadlika rayta al-haqq wal din. Allahumma farrij karba ikhwanina fi Suriya, Allahumma kun lahum 'awnan wa nasira, Allahumma kun لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كد لهم فإنهم لا يحسنون الكيد، ودبر لهم فإنهم لا يحسنون التدبير. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم فرج كرب إخواننا في اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وديارهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين، فرج كرب إخواننا في الصومال، اسقهم من عطش واكسهم من عرى واطعمهم من جوع، وكن لهم عونا ونصيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا معذبا بنار يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس الكريم اجمعنا في جنة النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين 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 آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.